السلام عليكم ورحمه الله وبركاته طيبين معكم هوكم سلمان او ريفلير واليوم جايب لكم فيديو جديد زي ما تشوفون باتمان اركام اوريجنز اللعبه راح تنزل قريب في اكتوبر 2013 طبعا اكتوبر 25 انا انا مره اول ما سمعت عن الخبر مره يعني مستانس لأن اخر اخر مره لعبت باتمان اللي هي كانت اخر ما اخر لعبه نزلت طبعا ما نزلت على قناتي كانت تختيم كذا لعبتها بالحالي يعني عادي الزبده حسيت انها ما مدري ما كانت طويلة مرة مع اني يعني قعدت اتوقع اسبوع عشان اختمها بس لاني كنت مشغول وقتها ف يعني مو بني العب على طول مع بعض كذا سبع ساعات يعني متتالية انا ما العب زي كذا بس انه المشكلة في هذه اللعبة انا راح تفرق كثير عن ارخام زالم اولا لان القصه ما هي نفسها لان القصه هذه راح يجيبون لنا باتمان أه يعني يوم كان توه تو كذا توش صغير شوي اصغر من اركام ازايلم آه غير كذا آه راح يكون آه ايش آه المطورين والناشرين هم يفرقون عن آه اللي في اللعبه السابقه راح يكونون وارنر براذرز آه هذه المره آه بس الشيء الشيء الزين آه اللي قالت انه راح تكون را راح يكون المحرك مشابهه يعني راح يستعمل نفس المحرك آه بس راح يعدلون شويه عليه آه عشان ما يواجهون مشاكل آه برضو انا يعني المحرك القديم أحسن يعني حق اللعبة اللي فاتت هو كان محرك عادي بس إنه يعني تعودت عليه تقدرون تقولون فلو لو مثلا فكروا بمحرك جديد أتوقع راح يمكن ما تعجبني اللعبة فأتمنى تعطوني آراءكم وش رايكم للناس اللي يحبون باتمان أنا من الناس اللي يموتون في باتمان سواء كانت اللعبة أو سواء كانت الفيلم نفسه يعني الأفلام اللي اللي, اللي سووها أه ف عشان كذا حبيت اسوي فيديو عن أه هذه اللعبه لاني انا مره متحمس لها وان شاء الله اول ما تنزل راح اسوي لها ووك بس يعني راح تنزل في اكتوبر يعني تونا 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 بادين ف المهم اتمنى عجبكم هذا الفيديو اتمنى افدتكم اذا عندكم اي اسئله تكتبونها في الكومنتس كان معكم هو سلمان واتمنى انكم تكتبون ارائكم في الكومنتس زي ما قلت ومع السلامه السلام عليكم شلونكم طيبين Maak hem hoog en oh. -oh, -oh!